انا معايا لقاء مع غانم سلطان، لان هيقول فيه اسرار لاول مره انت ما تعرفهاش. يا شيخ هنشوفها ونرجع نعلق عليها تاني. اتفضل يا بيرجو. محمود الخواجه ده زميل عمر ليا، بقالنا النهارده في مجال الكوره زياده عن 55 سنه. دخلنا نادي الزمالك انا وهو وفاروق جعفر وعلي خليل ومحمود سعد وحلم طلال، واحنا سننا 10 سنين. حلم طلال نقول جه بعد كده يعني، فقصدي اقول يعني ايه، لعبنا بقى سواء كان في مدرسه الكوره اللي هي البراعم وقتها، وبعد كده لعبنا في الناشئين لغايه ما وصلنا فريق اول، وبعد كده لعبنا في منتخب مصر. وفي خلال الفتره دي برضو كنا في مدرسه واحده حاجه اسمها المتفوقين رياضيا، وكان معانا في الوقت دوت في المتفوقين رياضيا الخطيب كان معانا وزيزو ومصطفى عبده واكرامي ومن انديه تانية زي حسن درويش لاعب نادي الاسماعيلي، وكان في واحد اسمه مجدي كامل من احسن لعيبه مصر كلنا نعرفه. فالمهم ايه، وكنا مع بعض كمجموعه اهلي وزمالك وانديه اخرى في المدرسه دي، ووصلنا برضو منتخب مصر مع بعض. فزي ما تقول ايه في الوقت دوت يعني، عشان برضو الناس مناسبه الواحد يقدر يتكلم فيها، زي ما انت شايفه ناس من اهلي وزمالك كذا نادي، وبالذات الاهلي ما فيش تعصب، ناس على طول 24 ساعه قاعدين مع بعض. وانا افتكر كان انا بيتي في احمد عرابي في المهندسين، فطبعا نادي الزمالك جنبي والنادي الاهلي جنبي، كان يجي يبات عندي الخطيب وزيزو، ونقعد مثلا يبقى عندنا ماتش الاهلي والزمالك تاني يوم، ها يباتوا عندي ونصحى الصبحيه هم يروحوا النادي الاهلي وانا اروح نادي الزمالك، ونتقابل في الاستاد وكانت الدنيا، ونتقابل بالليل بعد الماتش تحت اي نتيجه. فالدنيا كانت ايه سهله، وكان الانطباع دوت ما نقول للجماهير، فكان الناس كلها بتحب الكره عن حب، ما فيش بقى لا ضرب ولا تكسير زي ما انت شايفه بيبقى في الملعب حاليا، ما يقول لك مثلا 50 متبرج ويعملوا مثلا مشاكل لا حصر لها. في الاول كان الناس بتطلع على العمدان فوق ال 100,000، وتلاقي بعد الماتش وخلال الماتش ما فيش اي مشاكل. فالواحد يتمنى ان عمليه التعصب دي تقل، ويعرفوا ان اللعيبه اساسا اللعيبه تعرف ان هم الاساس في عمليه عدم التعصب، والماتش بينتهي ولازم تبقى فيه صداقات، والمهم الاداء يبقى في الملعب. محمود الخواجه يعني الواحد اهم حاجه يقولها له ان هو سايب تاريخ مضيء جدا بالنسبه في الرياضه لنادي الزمالك. الناس لازم تعرف ان هو الخواجه ده افنى عمره في نادي الزمالك وبين جدرانه منذ كان صغير لغايه ما كبير، ودلوقتي كان مدرب في نادي الزمالك بعد ما كان لعيب، ودلوقتي مسؤول في نادي الزمالك في اللجنه الفنيه. فيعني تاريخه كبير جدا، تاريخه الناس كلها هتقعد تشهد بيه، صحابه كتير جدا بيحبوه سواء من الانديه اللي هي زي جميع الانديه المختلفه على رسوم النادي الاهلي، زائد نادي طبعا كل الناس بتحبه لان هو فعلا يتحب، وفعلا هو بتلاقيه في وقت الحاجه في اي مشكله لاي واحد سواء بعيد او قريب. هتقول ايه لصديق عمرك في الملعب؟ والله هقول له ايه، انا هو يعني غانم من الناس الاصدقاء اللي هم يعني بيحملوا كلمه الاخوه، يعني اخ يعني. نعم. تلاقيه جنبك في اي مواقف، في فرح في حزن، في يعني حقيقي وفي صديق ونعم الصداقه يعني.